مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوق الجمعة سوق المحبة سوق البلاش، ومن بعقوبة مركز محافظة ديالى، تعالوا ويانا في جولة، جولة المحبة إن شاء الله. من يم هاي الوجوه الخير الطيبة، الله يبارك فيك، الله يحفظك على رأسي. إن شاء الله هاي الجولة تعجبكم، يا ريت على قدر المتابعة اضغطونا لايك، واللي ما مشترك نتشرف باشتراكه ويانا. يلا منين البدايه؟ اليوم اليوم بدايه ليس لها نهايه، بدايه ليس لها نهايه. المشاهد يشوف على راسي طول المشاهد يبارك فيك. نبلش منين؟ من الامازون. اليوم يابا اليوم امازونيات، تعال شوف الامازونيات. بس الامازون كلها فول فول، هذا كله فول. زين انا اقول لك فول فول. خل شو سعره؟ شغلات كلها ما نعرفها بعدها ما واصله. هذا هاي تفيد المتزوجين بس، الخاطب لا يجي. تفيد من؟ المتزوجين بس، الخاطب لا يجي. الخاطب؟ هذا اي 13 مود يطلع لك في الغرفة. 13 مود. 13 مود؟ اه مود عن مود يختلف. نجوم، غيوم، قمر نص طالع ونص لا. خلينا نقول جو رومانسي. اه رومانسي، يعني الخاطب ما يفيده حجي. بس المتزوج. يا بالخاطب، الخاطب ما يفيده ال... ايش ما يفيده؟ يقول لك حجي، هذا يقول لك مثل الكحل بالعين يا عمي. اي مثل الكحل بالعين، صورت على خيك، مثل الكحل بالعين يا عمي. اي وما فد يوم اخذت من عند السكينه وطلعت مو حاده. تعبي تعبي جاي ابوي. روح روح عليها، احرق السوق. حرق بيش احرق اليوم؟ بيش ابدا امازونيات اللي كلهم قالوا يا طيانه ذني طيانه. نبلش اليوم جايب لكم شيء غريب عجيب. اي شنو هو تعبي؟ شنو؟ بوابه مال دخول مال دجاج. بوابه مال دخول مال دجاج. بوابه مال دخول مال دجاج الكترونيه وعلى الطاقه الشمسيه. هذه بوابه من تفوت الدجاج تريد بيا ساعه تطلع من هنا ورا ما تبيض بابت طلعت. اي بابت طلعت زين. تريد تطرق صراحه بعد هاي بابت بعد شو منين من اي والله اي والله اي هاي بوابه. تريد تحدد لها وقت الساعه بالسبعه ورا ما تذب بيضه وتطلع الساعه بالسبعه تفتح الباب. ساعة بيش من يطبن كلهم تسد الباب على الطاقة الشمسية. نرجع هنا هذا خلينا نشوف سعرها. هاي سعرها 20,000. 20,000 بوابة دجاج تحميلك الدجاج. لا حجي شنو؟ هذا طيان حجي، انا الامازوني ما اتقرب له. هذا طيان على كيف. بوابة مال دجاج على الطاقة الشمسية من الساعة بيش تريدها بالسبعة تنفتح الساعة بالسبعة، تنسد الساعة بالستة تنسد بالستة. بوابة مال دجاج. نرجع على مكسر الصوت. شنو؟ مكسر صوت. هذا مجسم ومكسر. مكسر انت شو؟ طبعا مثلا نقول هلا يكسر يعني صاعد وينزل، ينعم ويخشن. هذا ايه مكسر صوت، يعرفون سعره كل زين. عندك هنا ايه عطلت بالشارع طفيت. زين. مات الباتري بعد. تجي هاي شاحنه كامله. الشغل من يمها يعني ما تحتاج لحد. حتى الباتري ما تخدم روحك بروحك. حلو. ايه شغل وطلع. ايه اخدم روحك بروحك ابويا. بعد بيتي شوفه شاحنه بطاريه كامله حجي، هي عجل داحه قبل وكل عس. اي شغل مهند شغل وطلع. العربان كلها تصور. والله على راسي اتشرف ويا ماني عيني. نرجع بعد علي كاميرا. حنعرف سعرها. كاميرا حجي هاي سعرها معروف، هي هاي سعرها من 100 وانت صاعد. هاي سعرها 65,000. سعرها معروف من 100 وانت صاعد، هاي 65,000. نرجع هنا كاميرا 360 درجة الفرمانة هاي جاي بيعه ب 35 يمي بس ب 20. كاميرا معروفة هاي مفولة مفولة بس ب 20. انا الامازوني ما اتدخل بيه لان شوية غالي الامازوني. نعم نعم. اي عندك هنا ما سقف ثانوية مدخل، تريد تسوي مخرج ماي كهرباء كل شيء رام. منو؟ اني جديدة حج هاي فول ومقفول. بعد نرجع هنا ملابس. هنا اقدر احرق بالامازون اتكهرب. هنا احرق لك. ايه بيش علي ب 750 و 500 بربع بربع دينار. مهند بلاش يقول لك الشتاء على الابواب. اي شوف الكياته مالك. شنو الكياته؟ كياته جاك الشتاء. ايه شو طلعت؟ من الساعه 20 تنين. مالك شغل بطمان؟ انا يدي هيك. اي اصبر كفيت انت طلعت. انا احب ابين لو اشوف مثلا مالتي. اي شيل الكياته بربع دينار. ليش؟ ربع 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 ربع
ولد بلاش حجي بس بس الحاجة حجي بالعافية 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 بنطرون أسود أسود بويا أسود يلا عندك خطوبة أسود سوادك حلو نقرأ شبك دودك الله يحفظك عندك خطوبة صديقك عزمك بالمطعم وما عندك بنطرون تجي يما أخوك فؤاد أبرب دينار وإذا ما عندك على حسابي بلاش حلو بلاش 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 بجامع بهالكيادة هاي بهالنزاكة أبربع 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 ولك يبيعوها بالبو حتى جيب ما بيها أنا بربع وجيبين مو جيب واحد حبشكلات حالة حلويات صاجيات سكاكين خمسة ستة سبعة ثمان قطع بالف دينار تفليش ثمانية حرك 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 دعما للفقير ثمانية بالف كيبلات أربعة خمسة ستة سبعة بالف آيفون جالكسي تايم سي سبعة بالف المدللة المدللة من هي المدللة؟ المسعدة المسعدة ايش هو بس الطاقة ايضا يجي لنا هو ياخذ لها قبل هي حتجيب يا مسعدة وبيتك وين؟ على الشاط عيوني يا مسعدة وين؟ حبيبي ايه ام كان ما تاخذين وحدة بلف ايه وحدة اثنين ثلاث درازم بلف ست سكاكين مال بالا ثلاثة بلف ثلاث درازن بلاش 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 اي قطعة بربع دينار حلويات حبشكلات ترتيبات بس ارقى شي اي قطعة بربع مهند ارقى شي ارقى شي بهن النظارات النظارة وينها؟ شو اللي يطلع اللي يلبسها شلون يطلع؟ حجي ايه انت ما تشوف صعد الراجل السيارة باع عيوني باع عيوني ايه ركز عزيزي المشاهد ركز شوف النظر ايش راح يصير ابويا 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 ستة على عشرة دعا جايب ربع بلاش شنو انت قلبتها قلب يا معود اي قطعة اي قطعة ايه أم الألف ثلاث قطع بألف دينار ثلاث قطع بألف دينار فرح ابنك يا ولد فرح ابنك اليوم جمعة يا ولد قل له هاك بابا بربع ثلاث قطع بألف بلاش 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 عندنا شي بعد؟ عندنا يا الله شنو؟ نرجع هنا ايه موبايل لا حد يشوف انا ساعه بالي مال بوقي ما تيار موبايل اي عشرة جديد بصمه مو بسبعين ولا بستين شغال بخمسين جهاز جديد مستخدم قليل بخمسين وبس يمي بلاش 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 نرجع ايه ادرين ابو الخمسة والثلاثين ابو الخمسة والثلاثين بخمسة وعشرين وبس يمي بس هذا ما يشتغل بخمسة وعشرين وبس يمي طططططط باع استاذ عيني يمنى ويسرى حالي وناصي بعد والبطارية ما تبلع شلون؟ بلع مثل المسدس شلون؟ شلون بطارية تجميل؟ ياكلها هذاك الشطح اه هذا ايه؟ هذا ياكلها هلو يلا روح نرجع نرجع سماعة ايه ام الخمسة وسبعين
ب 36 وبس يمي. بس هاي يمكن نرفيسات يمكن ما تشتغل. بس ما عاد تشتغل. ايه؟ لا حجي. ها. ها مهند. شنو حجي؟ سمعتها ولا لا؟ سمعتها. This Bluetooth device is ready to connect. يا الله. بس غيرتش كذا بتحكي. يا الله. اخواني ما شغلت. واحد من الجمهور ما شغلت. عيني. نرجع هنا. ايه. ست البيت. مو هي ست البيت، لا. انت ست البيت المدللة. ايه. خلينا نقول المسعدة. ايه المسعدة يابا. هو بس الطاقة الضيمة هنا يجي يابا وياخذ لها قبل تاخذ. قوري. حلو. غلاية. شواية. تقلين فوق. حبس كلاتش هنا ابويا. ايه. جاي تعبان من الشغل يابا. هنا تحطين شني؟ سموش. لا مو سموش، هنا نص سموش، ما تكفي سمكة كاملة. تحطين الكليتشة. شركايات الجهال يحلون حالكم. وهنا بين ما تكملين الشركايات هو كامل الشاي عندك. ام ال 55 ب 35 وبس يمي، وب 33 بعد. حلو. تعمل للفقير ابويا. درفيسات ب 500 دينار. الله. كوسره. كوسره مدرعه. الاصليه. ملف النحاس. لا يقول لك عادية. اي. شو اسمها؟ رحمة على والدي. اسمها؟ اي. لانش توب. دوري ما ادري شلون صاير هاي الاسم مالتها. شو اسمها؟ لانش توب. يلا هاي مشت. عبالك اسمها عيب. اي. بس هذه ام ال 35 و40 ب 25 وبس يمي. نرجع هنا. 53 قطعة. عزيزي المدلل. اي. عزيزي المباوع. عزيزي المتفرج 53 قطعة ابو ال 18 ب 10000 وبس يمي. ب 10 وبس يمي. اشتريت قطعة بالخير عليك. بس من تشتري قطعة تجي تاخذ بيتا من عندي. ام ال 50 مترة والله ياخذها ببلاش هدية. ام ال 50 مترة هاي معروفة كلها ب 5000 6000. ب 2000 دينار وبس يمي. ب 2000 دينار وبس يمي. دعما للفقير. حافظ الطعام اصلية مال امازون. شنو حافظ الطعام؟ حافظ الطعام يعني تخلي كيس هنا تحصر الطعام هيجي يسحب لك الهواء بالكيس يشفطه شفط. ها؟ هاي زينة؟ ها؟ وتتغلب. شيبول ومكفول واحلى من ابو اللول. حلو. ايه. وبيش. بيش. والله سعرها 15. ب 5000 وبس يمي. دعما للمباوع. دعما للفقير ابويا. نرجع هنا. راجز. هو ولقى كامل هو ولقى مالته. ايه. ابو ال 12 و 13 ب 9000 وب 8000 وبس يمي ويعرفون سعره كل زين. نرجع هنا. ابو ال 17000 شاكوش والعده كامله هو واللقم والالنكيات وحتى مو قص ماي قص دجاجه مخالج. شو اللي تقصين الدجاجه؟ حطيها بالفرن. ب 9000 وبس يمي. ورد. والله هذا السعر مو مطروق ومو سعرها بس تؤمرون امر. ب 9000 وبس يمي. عده كامله. طبعا هاي تكررت الوجبه استاذ ماجد. اي ليش خلصت كذا؟ عده كامله. اشاره ضوئيه كامله. عطلت يا حبيبي عمود لا يحاسبك ابو المرور وخلي شغلك اصولي. توقف على صفحه وتحط الاشاره هاي كلها هيك وتقعد مالتها البقبوقه الحمراء وتخليك مرتاح يا حبيبي. وبيش مو بعشرين ب13000 وبس يمي وب12 وبس يمي. حلو. والله مو سعره وب12 وبس يمي. راجز 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 بيع الراجز. مهند عيوني الف عافيه. الف عافيه. يلا في تنطيه في تنطيه
بيع انت بيع على المباشر بيع 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 بالعافية. خاف يقولون هاي الارقام هيك شيء بعد قد امل انا قلت 8 بثمانيه امل بيع مباشر اي تؤمر امر انت والبث المباشر ايه. على راسي بعد نرجع بعد نرجع خلصنا خلصنا موفق ان شاء الله عيني مهند حبيبي ابو حيدر نعم يقول خبز بطبق من خوص مني دم حيدر مني دم حيدر ايه خبز بطبق من خوص وشويه ربع ايه تسوى 12 ماعون من وحده عوبه كفو اريد ايه؟ انشد ايه اريد انشد العقال نعم واطلبهم شهود عالوفاء اي مات الوفاء لو بعده موجود موجود ان شاء الله عمي لدغة العقرب تهون توجع شوية اي بس لدغة القرابة شلت تشلاي الله بعد عمك وخالك صارت قديمة والله ما يحضروك بس بالعزيمة بس بالعزيمة؟ نعم ما يحضروك بس بالعزيمة أردخ لو بي خيط حلوب كان خيطت حلق منهم غير القال والقلت والله ما تلقى عدهم يا باه السلام عليكم عليكم السلام الله يا ابو حيدر الله يا ذهب تسلم 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 يا ابو حيدر الله يحفظك الله انك شنو؟ اي استاذ ماجد خلصنا بعد ابو لك خلصت العروضات؟ اه شكو لا لا هم رجعك يمي ترجع رجعت افتر لي استاذ ماجد يلا شكو ستوته ايه جديده اصليه ايه هاي دورة السنه يسوق لها مال السنه ايه اي هاي حاله شو اسمه الغنم اللي يقول لك هاي ابن السنه أيه. هاي بنت السنة هاي بنت السنة أيه هاي مال السنة جديدة فولة دير باكر راح تقلب الغراب ما تقلب عجية غير قلاب ها قلاب هذا قلاب ها توقف ما شوف ما قبل عنده متريني أبوك كبر وتريد تجيب له هدية تقول خطي أبويا قاعد بالبيت يريد يروح القهوة جماعته بيت أخوه زيارة أيه؟ تاخذ له ستودة شحن هاي فولة من كل شيء هسا هاي شحن هذا شحن ها اي اي ما تاخذ ستوده بنزين وبريك هاي لا يعني لا تدير بنزين ولا حجي هاي تشحنها خليها ويدوم الشحن مالتها نعطيك بيها تراي للغالبيه وترجع حلو اسالني ليش للغالبيه هاي ايه؟ توصل للغالبيه بس اسالني ليش للغالبيه اي لان شنو البارحه انا شديت لها 5 بطاريات حلو والله كلهن جدد مفولات لا بدون ما تحلق ويعرفون سعر البطاريه وهاي البطاريه كلها من بغداد جبتين جديد. الاصلي باع هذا كان القديم مالته هذا يقول له جديد يا قلبي جديد اي والله هذا القديم مالته هذا ان القديمات هذا ليش لان القديمات بيه منفوخات انا بيه الاثنين يشتغلن بس المنفوخات وذبيتهن على صفعي احسن سويت الكهربائيات مالته جبت لها باتريات جديد احب الشيء الفول ومقفول عجي اي يا الله اي اللايتات جديد هسا شنو يعني همين معروضه؟ ما هاي للبيع ورد كل شيء انا ابيع اي شيء موجود عندي ابيع يعني انا خفت ما اجيب احد من اخوتي خاف اروح ابيعه فخليتهم بالبيت نايمين ان شاء الله اي هذه معروضه بمليون و50 وبيها خصم خصمها ايش قد 150,000 ب 900,000 دينار فرح ابوك ب 900,000 دينار شنو هي 900 باكر اقول ابويا ابوي خذنا من هسه وفرح ابوك ب 900,000 بلاش ومو بلاش يروح للقهوة 1,850,000 معروضة أبو شاي تانيني 1,850,000 معروضة بس ب900,000 والتوصيل مجاني وأنا أخلي أخوي يوصلها للبيت مجاني ب900 وردة والله أي واحد من المتابعين راسلك ب900,000 هذا هو يعني مو يقول أنا أقول سعر وبعدين أقول سعر لا لا رقم مهند يمي أي موجود ب900,000 دينار فرح أبوك ب900,000 تخم تاير جديد تخم بطاريات جديد تخم لا بعد ما بيه تخم تخم مكياج جديد هم نفس الشيء هم مكيجة جديدة والله مفولة يعني ستوتة مفولة قوني الطحين ما قوني الطحين شيل شنو قوني طحن طحن نشيل طحن طحن 500 كيلو طنش قاعد مؤلف أشيل بيها 500 يعني مو ما طن حجي 500 كيلو 500 والحمل مالته والقاعد بيها 500-600 كيلو وللغالبية رايح بطارية جديدة يعني مأمن من عدها وبخدمتك وبخدمة المتابعة يبارك بيك أما جواري أبربو أبربو أربع نتهنا الله أبربو قال انطيني أربعة شكلنا ياهين مهند جايب كهربائيات
كلها اعتقد اسعارها زينه مو رخيصه مناسبه اي والله رخيصه بيش النقطه بلف 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 دينار حتى مال البنك بلف هاي مال البنك السلام ورحمه الله هلا بالحج عيني هلا هلا حبيبي عمري واهل الهويد ماكلين كل برتقال دياله ها شلونكم والله الهويد شلونها سلموا لي على اهل الهويد حبيبي انتم بيت من بيت ليلو ربيعه يا هلا هلا بيت ليلو هلا بربيعه وهلا بالاماره الله يسلمك اخذتوا شيء اليوم اشتريته والله اشترينا طبينا احنا اه زين اي والله خير ان شاء الله تمنون عيونكم حبيبي هنا حاجه بألف هاي اللي تشوفون هالبضاعه باللي يفها وحط ايدك وهنا الشواحن بألفين هاي الحاجه بألفين هاي صدق بها ربع عمال يلقات فثلاثة بخمسة بشيرت حلقة يا أخي يلق ثلاثة بخمسة عين يوسف عيونك عمي ازيك الله يخليك حبيبي ايش جابنا اليوم اليوم جايب فرفوري جايب بلاك سويت جايب مطري والله جايب قلوبات جايب لدات شلون اسعارها؟ اسعار مناسبة خالص اها والله ب 2500 وب 3 وب 1750 الكاسات ب 500 كاسات ب 500 اسعار خالص هاي ولا يوسف عمي هاي يفترض ام البيت جايه هنا حتى تاخذ من عندك والله خلو كل حاجه موجوده اي نعم السوق كل حاجه بقى مناسب دلوقتي اي حاجه تريدها البرغ صغير موجود في السوق فرفوري تريات قلوبات درنفسات مطابخ بسكيل تكرم نعالات ملابس كل حاجه موجوده نقدر نقول السوق تكامل ده يتكامل السوق دلوقتي بقى يعني موفر حاجات كتير عن المحلات ونطلب البقيه ايضا يجيبون بضاعه والله خلو السعر المناسب المفروض يجيبوا كمان نعم حتى ايه يبقوا سعر ارخص موفقين ساعة الكترونية باربع شالات والبقية كل من السعر تميز البضاعة هنا باسعارها للناس به بدلة عمل على خمسة محمد جايب لنا بضاعة هنا خلي نشوف ايش جايب محمد قلوبات ب500 ولا قلوبات هذا الكوم يسوي ما شاء الله بيدر 500 اما هذا ب1000 20 واط هذا 9 واط 9 واط يعني مال الحمام مال هيك الشغلات ها مع الصحيات صحيات حبيب محمد على راسي تكرمون الاحذيه على ثلاثه الزوج انا على اربعه عندك انا على سته اذني باربعه ورضا اليوم بالسوق رضاوي شو تريد من السوق تشتري؟ بايسكل شحن بايسكل شحن اشتريت؟ ها؟ لو لو دور شوف هاي دور ساخنة بثلاثة؟ حجة درهم خمسة اليد لا مجاكرة عندي بلايكو طبعا واحنا جايين عشته البضاعه بدت ما شاء الله تكثر
مو؟ يا بي ذن البيادر القطعة بألف لا تدور هيك شيخ واطلع قبل البناطير ايه ايضا بلف بلف بس القماصل يمكن اغلى قماصل بخير بخمسة زوج بخمسة زوج بخمسة الاثنين خمسة قماصل نظيفة نعم اي حلو صحيح اثنين بخمسة شنو؟ شو تبيع؟ سويترات 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 حلوات ونظيفات حلوات شوف اي اثنين اثنين بخمسة ورد شوف هاي هم نفس الحالة؟ نفس الحالة كلها طبعا اثنين بخمسة جوا السوق اثنين بخمسة جوا السوق مو؟ جوا السوق خير ان شاء الله كلها نظيف وجديد هنا اكو بضاعة صالحة وبضاعة عاطلة لوبات الكهرباء بضاعة التلفزيون كلها بأسعار مناسبة احنا دائما نشجع الشباب على العمل لأن العمل يحفظ كرامة الإنسان شلون الشغل هنا؟ خير من الله الله يوفق نعم سلم الله عليك شو تبيعون؟ شحاطات قرم جواري نعم الحمام هذه جواري هذا السيد 3000 كله؟ كله شقد بيك كم؟ 10 زواج 10 زواج 3000 بلاش يا بلاش الزوج الواحد يطلع عليك بربع دينار جواري يعني تحدي ايه عند هذا الشحاطات مع الزوج بي ايه هذا شتوي شتوي بيش؟ هم بثلاثة آلاف هم بثلاثة زين وعند ذن الشحاطات اي الوحدة باثنين ونص الزوج بخمسة اي باربعة يرهم يرهمن باربعة اي للمتابعين يرهم حلو وهاي عند نعال بلف دينار بلف بلف نعال حمام بلف دينار الفقير حجي اي التاير هاي يحترق يجي بدل التايرات هنا ويروح طق هنا بلف بلف دينار كامل جديد زين كامل موفقين ما عندك فلوس ببلاش بس احنا عندنا طلب يمك انت سمعتك مشغل سماعه هسه طلبنا تطفيها هاي السماعه مالتك شويه اريد تخفض صوتها ما راح اقول لك ليش شغل بس خفض صوتها حتى ما تاثر على البقيه اي على راسي والله ودي سالم راسي انتم شباب ومرتبين ونطلب من الله يرزقكم والله الجميع الله يبارك ذني طيور حب عاديات هن وقفصهن لو بس هن وقفصهن كامل هن وقفصهن بيش 15 ثلاثة 15 وما شاء الله بس القفص يسوى له 10 والقفص سويناه ب 12 صدق؟ يا بيقول القفص واحدة سويناه ب 12 خير ان شاء الله موفقين عيني خير يسيبك ان شاء الله هذا العطر اللي قدامكم الوحده الوحده بخمسه الوحده بخمسه وهذا بلفين المحابس بثلاثه المحبس ذني مالات الكوره بورقه مالات ايش؟ شحوره الله يكفينا الشر البحلات بتاخذها شوفها اي هاي سعرها
خمسة عشرة بالمحلات حسب النوعية. ناها سبيل يعني قمت أبيعها ب500 وبلك والله 500 هي واجد واجد أبيعها ب2000 دينار. يا تعرف شو السوق سكراب لقيت تبيع بخمسة وبستة هسه هاي ب500 هسكت ب500 أبيعها وبلك ألف وخمسمية ألف يعني قبل أنزل على 500 شوف واحدة أبيعها 500 الفم بيش هذا الفم على 2000 بالمحلات ب3000 والله والله ب3000 انا جايب ب3000 و3000 ونص جايب 2000 دينار هذا نظيف 100% 7000 زوج 7000 زين بقيه هاي اللاقطات هاي الدفايه 7000 هاي دفايه 7000 هاي شنو دفايه اوقف شنو دفايه بالسياره تشتغل 10 خلاص بيش 7000 دفايه ب 7000 زين وتشيلها بربع تشيلها بربع خذ لك واحده للطماطه واحده للخيار بربع دينار خير ان شاء الله اهم شيء الطماطه والخيار اي والله سلاطه بعد قبل سلاطه اي تسوي لها هنا هم اخذ لك واحده اذا سوى بصل هم اخذ لك واحده ب 1000 دينار صارن خير ان شاء الله شكوني ورد التراث هنا هنا اي والله تراث ما كانت ابو ما تحلى من راح نشوف ان شاء الله هذا يمكن بالثمانينات كان الموجودات اي بالثمانينات دخل العراق كان 90 دينار اتذكر ان ذكر 90 دينار بال بال بالافريقيه لو بالاجهزه الدقيقه ينباع الاسواق المركزيه اسواق المركزيه عافيه الاسواق المركزيه فكتها فتحفه يعني بالفعل اكيد تحفه شغلات حلوه يعني هسه شلون سعره خلينا نفتهم ابو احمد لاني كونه نظاف حيل نظاف لوك يعني ما بين اي تصلح مجرد تنظيف تحت كتنظيف نعم اي فنضاف يعني سعره 100 هذا وهذا على 100 لان نظيف ما وراء نعم نعم ثاني لا هذا ب 30 هذا ب 50 واكو ب 50 واكو ب 30 اكو 25 يعني حسب النظافه وحسب النوعيات موفقين الله يبارك فيك الله يسلمك انا ابو احمد ابو غادي الاستاذ وين يقولون ما انت جايب سرج مال حصان يقولون شو جايب ورشام يقولون ما بقت حصان لا ليش هو ترك تاس العراقي مرحبا بعد ثاني مرحبا اثنين ابو ابراهيم عين عم مالك بالعكس الخيل ناس وايد ناس تتهم الخيل ما يعوفه عافيه هو من راحه الخيل راح كل الخيل وياه صح خيل بخيل الخيل راحت ويا هذا الحديث النبوي يقول الخير في نواصي الخيل اي ما يعرف ما حد يعرف الشاعر يقول احبوا الخيل واصطبروا عليها فان العز فيها والجمال اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها فاشركت العيال نقاسمها المعيشه كل حين ونكسوها البراقع والجلال هذا جيل ايه؟ الجديد جاي ايه؟ اسم عشرينات بجاي ما يعرف قيمه الخيل شنو لا يعرفونها لا والله ما يعرفوها هي جنيه كافي هذا جين صحيح ما يعرفون بس القدر ما يعرفون شنو تلك كيف تقول يعرفون اكو قول الامام علي عليه السلام يقول بارك الله باليد المدت على خصوص الخيل ونزلت على حوافره لا تنشل يوم من الايام ما تنشل هذا قدامك انا هسه الحمد لله والشكر عم نخدم الخيل لا دكتور ولا مريض ولا هاي ولا تنشل يدي صحه وعافيه ان شاء الله ناخيت لي نقول له هيك شيء هاي شنو ربي ليش اليمينه شو معروف العالم الشباب صحة وعافية إن شاء الله هاي شباب تليفون وتليفون يا الله في حاجة بلد في حاجة بلد في حاجة بلد مجموعة من الضفات بلد في حاجة بلد في حاجة بلد أي حاجة بلد في حاجة بلد في أنواع من الضفات بلد في حاجة بلد في حاجة بلد في حاجة بلد شوف من صورك بلد في حاجة بلد في أنواع من الضفات بلد في حاجة بلد في حاجة بلد في حاجة بلد بشار يا هو الهار بدون عينك شلونك عمري حبيبي جيش اليوم شنو كالعادة قسمه ايوه خلي ياكلون ما دام خالهم طيب جمعة وخميس جمعة وخميس لحد انت جمعة سوق الخميس وسوق الجمعة وهلا بالخميس وسوق الجمعة هلا بيكم هلا بالأستاذ نورين الله يحفظك قلبي أنت تقول كل مرة تجيني متأخر تجي آخر شيء هسه ما متأخر من وقت بس اليوم لا زين بالنوز نعم عبد الرحمن جايب بايسكل خلينا نشوف بايسكل بيه وينه؟ على الفحص؟ في مجال؟ هو مجاله ب 60 نهايته ب 60
هذا ب 50 50 هذا 25 اي 75 وين اجى؟ المطار ما مالك للمطار 400 ما مالك له. اما الدهين فحدث ولا حرج. القطعه ب 500 هذني مال بي ام زين بيش الزوج الاثنين اثنين هن بعشرة زين هذني اثنين هن بعشرة هذا خلاط ما شنو هاي كابسة مال هويات حلو هذا خلاط بيش خمسة سيت بربع زين ان شاء الله هذني ما لا تخونا ابو علي حياك الله ابو علي عبد الله الخسرجي جاي للسوق اشتريت شيء؟ اي بام بام عشان تجي تحت؟ اي خير ان شاء الله هو يدور على الباسكت مال ليش اخذته؟ بالفونوس بالفونوس اي يا الله موفقين اما هذا الكيك بألف الماعون كامل يعني تطلع القطعة بربع وهذا السرج مال من ابو ابراهيم اشتريته مو؟ اي من ابو ابراهيم ليش اخذته؟ 60 الف عافيه عندك انت عندك خيل؟ عندي فرس عندك فرس حيل دير بالك عليها شلون ما دير بالي عليها؟ ولا تفرط بيها ابد عافيه ترى هاي تجيب لك كل الخير الخيم معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه احسن احسن الله على راسك شو اسمك؟ مصطفى عيني على راسي مصطفى من يا مكان؟ للحديد يا مية هلا فيك وبالحديد فيك اكثر عيني قدر هالعيون السالفه من تتين الى للبقية عيني عيوني استاذ ماجد على راسي الله يحفظكم نعم عمري يا عمار شلونك عيني؟ سلمك يا قلبي بيش هاي ال كومبريسر بيش؟ والله خالد باع 150 هذا قلبي انباعت؟ هاي خذها يستاهل؟ سلمك يستاهلها ممنون لك استاذ ماجد عمري وهذا البايسكل بيش؟ 25 25 نهايته 25 ليش الجنطة عيني؟ على ألف على ألف حلو عين استاذ ماجد يونس جاي تسوي لا بحصل النشره ليش النشره هاي كلها ب 3000 نشره كامله ب 3000 نعم ليش القطعه خير طيب ليش المفرغه في ولد مبيوعات قلب ذني لا والله مباعن ليش مباعن خلينا نعرف سعر 3000 2 هم ب 3000 2 ب 3000 ومشتغلات ما في واحد اه زين انا قال لي شغاله ليش قطعه خير هاي بتلاشى بالدبران اللي في دينار بلف دينار تنزيلات تنزيلات هاي دشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار تنزيلات تنزيلات هاي دشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار ولو احنا ما شجعت سماعة تنزيلات هاي دشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار تنزيلات تنزيلات هاي دشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار لا مو هي تدري شنو اسلوب محصور والناس تفتار تنزيلات تنزيلات هاي دشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار تنزيلات تنزيلات هيدي الدشاشة بالناتية بلف دينار بلف دينار تنزيلات تنزيلات هيدي الدشاشة بالناتية خليني اشوف ابو نبأ اليوم ايش جايب لنا ابو نبأ عيني اهلا وسهلا جايب لنا اليوم اهلا وسهلا بقناة مادي احنا قراج ايش جايب لنا اليوم؟ سوق الجمعة والله جايب لنا كابريتا اي والله للبيع كابريتر مال دراجة اي والله للبيع اي بيش هاي؟ نقول ب 15 شو الشراي يحكي اقول لك احنا بسوق الجمعة بس هواي هاي القديمة هي الأصلية هاي استاذ من يقول تشتغل خاف ما تشتغل والله شغالة هاي كرتونتها وحدنا محابس من مال إيراني بيش هاي محبس خمسة الواحد خمسة اي شلون خرزة بيها اي حلوة والله شلون خرزة خرز بيهم مضبوط مشاهدينا الأحبة وصلنا وياكم إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم نتمنى أنه هذا المقطع عجبكم إذا عجبكم اضغطوا لنا لايك وإذا ما عجبكم ديسلايك تحياتي للجميع